السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا شباب؟ جاهزين نبدأ؟ هنكمل مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من محاضرة بروجكت سكادوال مانجمنت. ابتدينا مع بعض الأسبوع اللي فات مع محاضرة بروجكت سكادوال مانجمنت، وخدنا مع بعض انترودكشن وأول ثلاث عمليات، والنهاردة إن شاء الله تعالى هنكمل الثلاث عمليات اللي ناقصين لنا في الشابتر. فالنهارده هنكمل مع بعض الجزء الثاني من بروجكت سكادوال مانجمنت. فزي ما تعرفنا مع بعض المحاضره اللي فاتت، عرفنا مع بعض ان انا عندي خمس عمليات اساسيه في مرحله البلاننج، وعمليه في مرحله المونيتور اند كنترول. فجينا المحاضره اللي فاتت فهمنا سريعا يعني ايه سكادوال مانجمنت، واتكلمنا بالتفصيل على بلان سكادوال مانجمنت وديفاين اكتيفيتيز وسيكونس اكتيفيتيز. والنهارده ان شاء الله تعالى هناخد اخر ثلاث عمليات في الفصل. هناخد ان شاء الله تعالى النهارده استيميتس اكتيفيتي ديوريشن، ديفلوب سكادوال، كنترول سكادوال. وبكده نبقى خلصنا مع بعض الفصل السادس مع البروجكت سكادوال مانجمنت. فزي ما اتعلمنا مع بعض ان البروجكت سكادوال مانجمنت دي الفصل السادس في الكتاب، عبارة عن خمس عمليات في البلاننج: بلان سكادوال مانجمنت، ديفاين اكتيفيتيز، سيكونس اكتيفيتيز، استيميت اكتيفيتي ديوريشن، وديفلوب سكادوال. وعندنا عملية واحدة فقط في المونيتورنج اند كنترولنج، الكنترول سكادوال. ما عندناش عمليات في الانيشيشن، ما عندناش عمليات في الاكسكيوشن، ما عندناش عمليات في الكلوزنج. فالمحاضرة اللي فاتت خدنا أول ثلاث عمليات في البلاننج، والنهاردة إن شاء الله تعالى هنكمل ناخد الثلاث عمليات الناقصين، وبكده نبقى خلصنا مع بعض الفصل السادس في الكتاب. طيب هنراجع بسرعه على الجزء اللي احنا درسناه ونكمل ان شاء الله الجزء الجديد بتاعنا. ففي الاول خالص تعرفنا يعني ايه بروجكت سكادول. قلنا ده عباره عن برنامج الزمني للاعمال اللي انا من خلاله بحط الانشطه بتاعه المشروع، وبحدد الديوريشنز، وبحدد الديبندنسز، وبحدد البرنامج الزمني، وباخد حاجه اسمها بيز لاين او خط اساس. فبطلع بسكادوال بيز لاين وبعمل كنترول للسكادوال عشان اتاكد انا ماشي طبقا للخطه الموضوعه، ولا انا في فاريانس او في يعني حيود عن الخطه الموضوعه. فقلنا مع بعض ان البروجكت سكادولينج هي عمليه يعني وضع الخطه الزمنيه، وقلنا البروجكت سكادوال ده الاوتبوت اللي هو السكادوال او البرنامج الزمني للمشروع. اتكلمنا مع بعض وقلنا ان البرنامج الزمني بيبقى اسهل في المشروعات الووتر فول بروجكت عن المشروعات الاجايل بروجكت، طبعا لان السكوب بتاع الاجايل بروجكت بيبقى غير واضح المعالم، وبالتالي بيبقى في صعوبه في عمل البرامج الزمنيه للاجايل بروجكت، يعني بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبيبقى فيها تعديلات اكتر من الووتر فول. وقلنا طبعا ده قابل للتيلورنج زي السكوب، اللي انت ممكن يعني تعدل او يعني تغير من التولز والتكنيكس اللي انت بتستخدمها طبقا لصعوبه المشروع وحجم المشروع والتغيرات اللي بتتم في المشروع. فشرحنا ده بالتفصيل المحاضره الاخيره. فقلنا ان احنا عندنا خمس عمليات في البلاننج، وعندنا عمليه واحده في المونيتورنج اند كنترول. فكلمنا على ثلاث عمليات، اتكلمنا على البلان سكادوال مانجمنت، الديفاين اكتيفيتيز، والسيكونس اكتيفيتيز. اتكلمنا مع بعض في البدايه على البلان سكادوال مانجمنت، وقلنا زيها زي البلان سكوب مانجمنت، الاوتبوت بتاعها البلان نفسه. واتفقنا ان اي عمليه في البلاننج بتبدا بالبلان واسم النولج اريا فيما عدا الانتجريشن. ففي الانتجريشن هنديفلوب البروجكت مانجمنت بلان، وفي كل نولج اريا في مرحله البلاننج اول عمليه بنكتب بلان واسم النولج اريا. فتعرفنا مع بعض في السكوب مانجمنت ان في حاجه اسمها او في عمليه اسمها بلان سكوب مانجمنت، والاوتبوت بتاعها سكوب مانجمنت بلان و ريكويرمنتس مانجمنت بلان. نفس القصه بالظبط في السكادوال نولج اريا، اول عمليه اسمها بلان سكادوال مانجمنت، والاوتبوت بتاعها ايه؟ سكادوال مانجمنت بلان زي ما شرحنا تفصيليا. طب ايه التولز والتكنيكس؟ نفس التولز والتكنيكس تقريبا اللي قلناها في السكوب، الاكسبرت جادجمنت حكم الخبراء، الداتا اناليسز تحليل بيانات والميتنجز، وبتاخد مجموعه من الانبوتس البروجكت تشارتر، البروجكت مانجمنت بلان، ناخد منها السكوب مانجمنت بلان والديفلوبمنت ابروتش والاي اف والاو بي اي. اتفرجنا مع بعض على الداتا فلو دايجرام وطلعنا في الاخر بالسكادوال مانجمنت بلان. جينا بعد كده على الخطوه الثانيه، اتكلمنا على الديفاين اكتيفيتيز، وقلنا الديفاين اكتيفيتيز شبه الكرييت دبليو بي اس،
الكرييت دبليو بي اس بتاخد السكوب ستيتمنت وبتعمل لها ديكومبوزيشن تكسرها ل ورك باكجز وبنطلع بالدبليو بي اس. نفس القصه بالظبط هنا، هاخد الدبليو بي اس كمدخل اللي هو جزء من السكوب بيز لاين. احنا قلنا السكوب بيز لاين لو انتم فاكرين لما كنا بنتكلم على الكرييت دبليو بي اس، قلت بطلع بثلاث حاجات، بطلع ب سكوب ستيتمنت مع الدبليو بي اس مع الدبليو بي اس ديكشنري، اجمع الثلاثه مع بعض واطلع حاجه اسمها سكوب بيز لاين. فالمخرج بتاع كرييت دبليو بي اس اللي هو السكوب بيز لاين بيدخل داخل البروجكت مانجمنت بلان، وفي الاخر هو من ضمن خطه المشروع، فانا بدخله معايا كمدخل اعمل له ديكومبوزيشن اكسره لمجموعه من الاكتيفيتيز، فالاوتبوت اللي عندي بيبقى اكتيفيتي ليست واكتيفيتي اتريبيوتس، شبه بالظبط الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنريز. فانا عندي فيه قائمه المهام وعندي الاتريبيوتس او الكاركترستيك بتاع كل اكتيفيتي بيبين فيها مين البريديسيسور اكتيفيتي للاكتيفيتي اللي احنا بنتكلم عنها او السكسيسور او الاستيميت ديوريشن اند سو اون. اتكلمنا المحاضره اللي فاتت على التفاصيل اللي خاصه بالليست اوف اكتيفيتيز، وفهمنا يعني ايه اكتيفيتي، وفهمنا يعني ايه تاسك، وفهمنا يعني ايه مايلستون، وقلنا الفرق ما بين المايلستون والاكتيفيتي ان المايلستون هو عباره عن اكتيفيتي بس الديوريشن بتاعه بتساوي صفر. واتكلمنا تفصيليا من خلال برنامج مايكروسوفت بروجكت، فتحنا البرنامج مع بعض وعملنا السيت اب الخاص بالبرنامج وظبطنا الاعدادات اللي خاصه بالكالندر واللي خاصه بال الكرنسي اللي خاصه ببدايه الاسبوع او بدايه العام المالي وعدد الساعات اليوميه. عملنا الاعدادات وبعد كده ابتدينا نحط ليست اوف اكتيفيتيز. طيب فال ديفاين اكتيفيتيز هي عباره عن ايه؟ عباره عن ديكومبوزيشن لل دبليو بي اس او الورك باكجز تفصيليا. طيب ايه التولز والتكنيكس؟ ممكن استعين بالخبراء اكسبرت جادجمنتس، ممكن يبقى فيه ميتنجز، ممكن يبقى فيه ديكومبوزيشن او دي التول الاساسيه، وممكن يكون عندي رولينج ويفز. وشرحنا مع بعض المحاضره اللي فاتت قلنا ان الرولينج ويفز ان الحاجات القريبه بديها تفاصيل اكتر في الجدول الزمني، والحاجات البعيده بديها خطوط عريضه وما بدخلش بالتفصيل في الجدول الزمني. طب ايه المدخلات اللي عندي؟ السكادوال مانجمنت بلان اللي بتطلع لي من بلان سكادوال مانجمنت، معاها السكوب بيز لاين اللي هو عباره عن السكوب ستيتمنت ودبليو بي اس ودبليو بي اس ديكشنري، ومعايا الاي اف والاو بي اي. المخرج اكتيفيتي ليست، اكتيفيتي اتريبيوتس، مايلستون ليست، وممكن اعمل تشينج ريكويست او اعمل مجموعه من الابديتس على البروجكت مانجمنت بلان. طيب التولز والتكنيكس الاكسبرت جادجمنت دي كومبوزيشن رولينج ويف والميتنجز، وشرحنا بالتفصيل الجزء اللي خاص بالداتا فلو تشارت، وشرحنا المدخلات والمخرجات والعمليات للديفاين اكتيفيتيز. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ انا براجع بس انا ما قلتش حاجه جديده، انا براجع على المحاضره اللي فاتت عشان نكمل ان شاء الله الجزء المتبقي من البروجكت سكادوال مانجمنت. فحد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ الدنيا واضحه؟ طيب ممتاز. اتكلمنا مع بعض في اخر عمليه في المحاضره اللي فاتت، اتكلمنا على السيكونس اكتيفيتيز، وقلنا كلمه سيكونس اكتيفيتيز معناها تتابع الانشطه، سيكونس يعني تتابع. طيب واتكلمنا مع بعض على تول قويه جدا اسمها البريسيدنس دايجرامينج ميثودز، وعرفنا مع بعض ازاي اطلع البروجكت سكادول نتورك دايجرام، وخدنا مساله وحليناها بايدينا المره اللي فاتت اللي طلعنا من خلالها البروجكت سكادول نتورك دايجرام، وقلنا الموضوع ده مهم جدا عليه اسئله كتيره في الامتحان، فلازم نبقى متدربين عليه كويس قوي. وهنكمل النهارده برضو اكزامبلز على البروجكت سكادول نتورك دايجرام. ايه المدخلات اللي عندي؟ السكادول مانجمنت بلان، السكوب بيز لاين، البروجكت دوكيمنت، الاكتيفيتي اتريبيوتس، اكتيفيتي ليست، الاسامشن لوج، المايلستون والاي اف والاو بي اي. طيب ايه التولز والتكنيكس؟ اتكلمنا على الليد واللاج، اتكلمنا على البي ام اي اس بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، وطبعا الليد واللاج شفناه عملي لما قلنا لو انتوا فاكرين لو انا متاخر بسميها لاج ولو انا سابق بسميها ليد، فممكن يبقى فيه اثنين نشاط والاثنين نشاط دول فينيش تو ستارت، بحيث النشاط الاولاني يخلص وبعد كده زن يستارت النشاط الثاني، فممكن يبقى في بينهم لاج 1 داي 2 داي 3 دايز على حسب البروجكت، او ممكن يكون في ليد على حسب برضو البروجكت. ففهمنا الفرق ما بين الليد واللاج، وعرفنا مع بعض الديبندنسز. قلنا الديبندنسز يعني لو في حاجه بتعتمد على حاجه ثانيه، فقلنا احيانا بيبقى في عندي هارد لوجيك وسوفت لوجيك، في حاجات لازم تتعمل
يعني باي لو او باللوجيك او بالقانون او بال يعني القوانين او اللوائح، وفي حاجات نايس تو هاف. فكلمنا على السوفت لوجيك وكلمنا على الهارد لوجيك وشرحناها بالتفصيل. طيب ممتاز. وكلمنا كمان على انواع الديبندنسز او انواع العلاقات ما بين الاكتيفيتيز. فقلنا ان في بعض الاكتيفيتيز ممكن تشتغل على التوازي، في بعض الاكتيفيتيز ممكن تشتغل على التوالي، وشرحنا الاثنين. وشرحنا كمان الفينش تو ستارت والستارت تو ستارت والستارت تو فينش والفينش تو فينش، شرحنا بالتفصيل الانواع دي. وكمان جربناها عملي في برنامج مايكروسوفت بروجكت. انا بس بحاول افكركم عشان لو زملاء نسيوا معانا. فدي الانواع المختلفه: المانداتوري ديبندنسز او الهارد لوجيك، الديسكريشنري ديبندنسز او السوفت لوجيك، الاكسترنال لو احنا بنعتمد على حد بره المشروع، والانترنال لو انا بعتمد على حد جوه المشروع. ودينا امثله على الليد واللاج. وطلعنا في الاخر ايه؟ طلعنا في الاخر بالبروجكت سكادول نتورك دياجرام. بيبقى عندي رسمه بالشكل ده، بتبتدي بالستارت وبتنتهي بالاند، وعندي مجموعه من الاكتيفيتيز بعضهم على التوازي بعضهم على التوالي، وكمان في بينهم علاقات. العلاقه ممكن تبقى فينش تو ستارت، هي دي الديفولت، او ممكن تبقى ستارت تو ستارت او فينش تو فينش على حسب بقى المشروع نفسه يعني، بس النورمال بتبقى فينش تو ستارت. وشرحنا الاكتيفيتي اون نود والاكتيفيتي اون ارو المحاضره اللي فاتت. قلنا الاكتيفيتي اون ارو دي كان القديمه، بيحطوا الاكتيفيتي على السهم نفسه. الجديده بقى الاكتيفيتي اون نود، النود نفسها هي اللي عليها الاكتيفيتي. وخدنا مع بعض المثال المره اللي فاتت الاكسرسايز، وحليناه بايدينا وطلعنا النتورك دياجرام اللي خاص بينا. بس هي دي الحدوته. ندخل بقى في محاضره النهارده. حد عنده اي سؤال في السكادول مانجمنت؟ حد عنده اي سؤال في اللي فات، المحاضره اللي فات او في المراجعه بتاع النهارده؟ اللي عنده سؤال يسال يا شباب قبل ما نبدا في الجزء الجديد. حد عنده اي سؤال؟ الدنيا واضحه الحمد لله، ما فيش حد عنده اسئله. دكتور احمد. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. او بالنسبه للسكادول، لما حضرتك بتقول في الفولدر بتاع البروجكت مانجمنت بلان، بناخد التشايلد بتاعته وبنوديها بعد كيف الاوتبوت، فتطلع يعني بتطلع بحاجات تانية. هي هتطلع بالحاجه التانية بلس التشايلد اللي معايا من الاول، او بلس كذا حاجه اللي معايا في الاول؟ انت بتتكلمي على المدخلات والمخرجات اللي احنا قلناها في الاول هنا، اللي هي زي دي مثلا، اللي هي زي دي، زي في الداتا فلو دياجرام والحاجات دي بالظبط، من اللي انا راسمها قدام حضرتك دي على سبيل. يعني هنا واضحه ان طالع معايا يعني البروجكت دوكيومنتس، طالع ان هو حصل له ابديت، والاكتيفيتي اتريبيوت طالعه معايا، في اللي قبل كده ما كانوش بيطلعوا معانا. طيب هي القصه بالنسبه للاكزامبل اللي عندنا هنا، هو هنا بيقول ان البروجكت دوكيومنتس ابديتس، بيحصل ابديتس على الدوكيومنتس، وفي الاخر الدوكيومنت مكانها الرئيسي في البروجكت دوكيومنت فولدر. فانا كاني بالظبط هطلع بروجكت دوكيومنت من هنا زي دول مثلا، اعدل فيهم maybe، وفي الاخر اعمل سيفنج للتعديلات وارجعهم مره تانية في الفولدر. عايز يقول كده بس كان في السكوب، كان في حاجات مثلا زي الكواليتي مانجمنت بلان كانت ما بتطلعليش في الاوتبوت. اللي هي قصدك انهي بروسيس؟ مش فاهم يعني. اصلا كانت باينه بره يعني زي في السكوب يعني. يعني ارجع للبلان يعني زي هنا مثلا، ولا فين؟ دي كانت في الديفاين اكتيفيتيز. يعني مثلا لو جينا في الجزء بتاع البلان سكادول مانجمنت الداتا فلو دياجرام دي، حضرتك في البروجكت مانجمنت بلان في اللي هو التشايلد 1 و 2. يس يس. لما طلع لي بعد كده في الاوتبوت اللي هو سكادول مانجمنت بلان، المفروض بيطلع لي برضه التشايلد دي، ولا بيطلع حاجه ثانيه ابديت؟ لا اصل هنا ما عملش عليهم ابديت. يعني بصي معايا هنا، يعني دي البلان سكادول مانجمنت، بلان سكادول مانجمنت المخرج بتاعها سكادول مانجمنت بلان، هو ده اللي انا هاخده كبلان وادخلها جوه الفولدر بتاع البروجكت مانجمنت بلان. ولكن في الاكتيفيتيز الثانيه، هو راجل قال صراحه احنا بنعمل ايه؟ بنعمل بروجكت مانجمنت بلان ابديتس. يعني احنا بناخد مجموعه من الانبوت، ميبي يحصل لهم ابديت في المرحله دي. زي ايه؟ زي مثلا السكادول بيز لاين والكوست بيز لاين. طبعا السؤال التقليدي هو السكادول بيز لاين لسه ما طلعش، ازاي هتعمل له ابديت؟ يعني ده كلام المنطقي وده كلام منطقي. السكادول بيز لاين لسه ما طلعش، ازاي هتعمل له ابديت؟ هرجع تاني اقول لك احنا بنتكلم بالكونسيبت بتاع الرولينج ويف بلاننج. يعني ممكن اكون انا عامل سكادول بلان على سبيل المثال،
او سكادول بيز لاين، وفي نفس الوقت في اكتيفيتي مثلا كمان 3 سنين انا لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش تفاصيلها. بس لما جينا نقرب على الثلاث سنين ابتدينا نديفاين الاكتيفيتيز بتاعت بعد ما قربنا منها، فساعتها بروح انا فاتح السكادول بيز لاين وابديت بالكونسيبت بتاع الرولينج ويف، فاهمينها؟ يعني تاني انا دلوقتي ممكن احط سكادول بيز لاين لمشروع، المشروع ده 3 سنين، فطبعا الحاجات القريبه اللي مثلا الشهر الجاي او الشهرين الجايين او 3 شهور بعملها بالتفصيل في البلان بتاعتها. بس البلان بتاعت كمان 3 سنين انا ما اعرفش اللي هيحصل كمان 3 سنين، فانا بحط بلوكس، اقول مثلا في عندي مثلا تاسك هتاخد وليكن 3 شهور، في عندي مثلا ورك باكج وليكن هتاخد 6 شهور، بس ما بكتبش تفاصيلها. بس قبل ما اقرب من الورك باكج دي او التاسك دي ابتدي ارجع مره ثانيه افتح السكوب بيز لاين واعمل ابديت على السكوب بيز لاين، وميبي طبعا ياثر على الكوست بيز لاين. لو يعني انا نرجع مره ثانيه بالكونسبت بتاع البروجريسيف الابوريشن والرولينج ويف بلاننج، فساعتها هضطر اعمل ابديت للسكادول بيز لاين والكوست بيز لاين. عشان السؤال اللي دايما بنتساله هو لسه الكوست بيز لاين ما طلعش، انت ازاي هتعمل له ابديت؟ يعني الكوست بيز لاين، سوري، السكوب السكادول بيز لاين هيطلع في مرحله الديفلوب سكادول. احنا لسه ما خدناش الديفلوب سكادول لغايه دلوقتي، فاحنا لغايه دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها احنا لسه ما طلعناش السكادول بيز لاين، فانت ازاي هتعمل له ابديت؟ برده نفس القصه، في المرحله اللي احنا فيها احنا لسه ما طلعناش الكوست بيز لاين، فانت ازاي هتعمل له ابديت؟ فدايما بنقول لك الاجابه بتاعت السؤال ده ان البروسيس بتاعت البروجكت مانجمنت بصفه عامه بتشتغل بعضها على التوازي وبعضها على التوالي. يعني في حاجات بتعمل قبل حاجه، يعني زي ما احنا قلنا الكريت دبليو بي اس في الاول، اطلع السكوب بيز لاين وبعد كده اعمل ديفاين اكتيفيتيز. فانا مش هينفع اعمل ديفاين اكتيفيتيز من غير السكوب بيز لاين، يبقى لازم باللوجيك اطلع سكوب بيز لاين وبعد كده اديفاين اكتيفيتيز. واضحه؟ طيب نفس القصه بالظبط، انا عرفت السكوب بيز لاين بس انا عندي في حته كده انا كنت حاططها لسه يعني ما كانتش ماتيور انف عندي اللي انا اعملها البلاننج بتاعها في السكادول، ولما جيت يعني قربت من التنفيذ بتاع الاكتيفيتي دي رجعت مره ثانيه فتحت السكادول بيز لاين وعملت ابديت وعملت سيفنج للسكادول بيز لاين. فهمت يا شباب ولا لا؟ حد مش فاهم؟ حد عنده سؤال في الحته دي؟ واضحه كده يا باشمهندس اماني؟ واضحه يا دكتور. طيب ممتاز، ندخل بقى على المحاضره بتاعت النهارده. النهارده بقى هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على الاكتيفيتي الرابعه اللي هي الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن. احنا لغايه دلوقتي ما اتكلمناش في الديوريشن، يعني حتى المثال اللي انا جبته لكم قلنا نتخيل اللي انا عندي اكتيفيتي زي مثلا ريفيو كاستمر كومبلينز ونتخيل انها تاخد لها شهرين. نتخيل ان انا عندي اكتيفيتي اسمها اولد او ريفيو اولد بروسيس فلو دوكيومنتس ونتخيل تاخد لها 3 شهور. طب الديوريشن استيميتس دي عرفتها ازاي؟ هو ده بقى الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده، اللي هو استيميت اكتيفيتي ديوريشن. استيميت اكتيفيتي ديوريشن، انا بحاول اتوقع الاكتيفيتي هتاخد وقت قد ايه. استيميت اكتيفيتي ديوريشن. طيب وانا مغمض الاوتبوت نفسه هو الاستيميت، وبالتالي اذا كان انت بتقول استيميت اكتيفيتي ديوريشن فطبيعي الاوتبوت هيبقى الديوريشن استيميت، كلام منطقي. يبقى العمليه اسمها انا يعني بتوقع او بتخيل او بخمن الاكتيفيتي ديوريشن، فطبيعي المخرج بتاعي يبقى التخمين نفسه او التوقع نفسه. واضح يا شباب؟ وخلي بالك هي اسمها استيميت وبالتالي يبقى فيها نسبه ايرور، فانا ممكن مثلا اتوقع ان في اكتيفيتي على سبيل المثال هتاخد لها مثلا شهر وممكن تاخد لها شهر ويوم او تاخد لها شهر الا يوم او شهر واسبوع او شهر الا اسبوع. هي في الاخر كلمه استيميت دي يعني تقدير، يعني لما اقول لك مثلا القيمه التقديريه للاعمال فانت بتدي رقم استيميت، رقم تقديري، فميبي يبقى الايرور زيرو والاستيميت بتاعك يعني اكيوريت 100%، فالرقم اللي انت هتعمل له استيميت هيطلع زي ما هو. يعني اديكم مثلا مثال، احنا بنستيميت ان الكورس بتاعنا هياخد 12 يوم، ولكن في واقع الامر احنا جينا المحاضره اللي فاتت كسرنا محاضره لمحاضرتين، فالاستيميت بتاعنا ما كانش اكيوريت قوي عشان هنخلص في 13 يوم مش 12 يوم. فاهمينها؟ فانت ممكن تستيميت حاجه، تعمل استيميت مثلا ان التاسك هتاخد اسبوع، هتاخد شهر، هتاخد يوم، بس نيجي على ارض الواقع تاخد اكتر او اقل. فاهمينها؟ ومن هنا بقى بيبان الفرق ما بين البلان والفرق ما بين الاكشوال.
يعني اللي احنا حطيناها في بدايه الكورس اتس ا بلان، فالبلان دي قابله اللي احنا نزود ننقص نعدل، يعني في الاخر البلان عباره عن يعني دايركشن، بس مش لازم نلتزم بالدايركشن يعني 100%. ده بس انا عايز اقولها لكم، احيانا بيبقى فيه تعديلات على البلان. فاحنا كان عندنا سكادول على سبيل المثال ان الكورس بتاعنا هياخد 12 محاضره، كل محاضره 3 ساعات، بس اللي حصل المحاضره اللي فاتت ان احنا كسرنا محاضره لمحاضرتين على سبيل المثال يعني. طيب يبقى اتفقنا ان اسم العمليه استيميت اكتيفيتي ديوريشنز، والاوتبوت بتاعتي الديوريشن استيميت في حد ذاته. طيب وكمان معايا حاجه اسمها بيزس اوف استيميت، يعني الاساس اللي على اساسه عملت التقديرات، انت قدرت بناء على ايه؟ يعني ايه التقديرات دي عباره عن ايه؟ بناء على ايه؟ فاهمينها؟ وبعد كده احيانا بنعمل مجموعه من الابديتس على الدوكيمنت زي الاكتيفيتي اتريبيوتس الاسامشن لوج والليسونز ليرن. طب ايه المدخلات بتاعتي؟ هتلاقي بقى مدخلات حاجات كتيره. داخل معايا السكادول مانجمنت بلان قلناه، داخل معايا السكوب بيز لاين عرفنا طلع من كريت دبليو بي اس، داخل معايا مجموعه من الدوكيمنت الاكتيفيتي اتريبيوت طلعت معايا من اللي قبليها اللي هي الديفاين اكتيفيتيز الاكتيفيتي ليست الاسامشن لوج المايلستون الليسونز ليرن، كل دول خدناهم. البروجكت تيم اساينمنتس دي ما خدناهاش، بس هناخدها في الريسورس مانجمنت. لما نتكلم على الريسورس مانجمنت هنتكلم على البروجكت تيم اساينمنتس. الريسورس بريك داون ستراكشر برده ما خدناهاش، لما نتكلم على الريسورس مانجمنت هنتكلم على الريسورس بريك داون ستراكشر والريسورس كالندر والريسورس ريكويرمنتس. يعني الاربعه دول هنتكلم عنهم ان شاء الله واحنا بنتكلم على النولج اريا اللي خاصه بالريسورس مانجمنت، البروجكت ريسورس مانجمنت. الريسك ريجستر من اسمها هناخدها واحنا بنتكلم على الريسك، لسه ما اتكلمناش على الريسك، فلما نتكلم على الريسك هنعرف ايه هو سجل المخاطر وهنفهم يعني ايه ريسك وايه الفرق ما بين الريسك والايشو، هنفهم الكلام ده في الشابتر الخاص بالريسك مانجمنت. والاي اف والاو بي اي. طب ايه التولز والتكنيكس؟ في حاجات خدناها وحاجات اول مره نسمع عنها. يعني الاكسبرت جادجمنت خدناها، الانالوج جاس والبارامتريك والثري بوينت والبوتوم اب ما خدناهمش، الداتا اناليسيس خدناها، الالترناتيفز اناليسيس خدناها، الريزيرف اناليسيس ما خدناهاش، الديسيجن ميكنج خدناها، الميتنجز خدناها. فالحاجات اللي خدناها هنراجع عليها الاكسبرت جادجمنت حكم الخبراء، الداتا اناليسيس تحليل بيانات وممكن يبقى فيها تحليل بدائل، الريزيرف ما خدناهاش، الديسيجن ميكنج اللي هي صنع القرار وقلنا ممكن في اللي هي الاجماع او الاغلبيه او فاكرين اللي احنا قلناها المحاضره اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت تحديدا، الميتنجز الاجتماعات، فدول خدناهم. ايه الجديد بقى علينا دول؟ هنفهم معناهم ايه. يبقى الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن بتطلع مستندين والاثنين مهمين جدا، المستند الاولاني الديوريشن استيميت والمستند الثاني البيزس اوف استيميت، والاثنين عباره عن دوكيمنت يتحطوا في الفولدر اللي اسمه بروجكت دوكيمنتس. وبرده ممكن يكون عندي مجموعه من الدوكيمنتس من هنا اعمل لها ابديت واحطها تاني في الفولدر اللي اسمه بروجكت دوكيمنت، مفيش مشكله خالص. يبقى انا عندي مثلا اكتيفيتي اتريبيوت هعمل له ابديت واحطه هنا، عندي مثلا اسامشن لوج ميبي اعمل له ابديت واحطه هنا، عندي ليسونز ليرند ميبي اعمل لها ابديت واحطها هنا، مفيش مشكله. طب الاكتيفيتي اتريبيوت اصل كان فيها كولوم اسمه ديوريشن عشان كده بعمل له ابديت، يعني فاهمين الاكتيفيتي اتريبيوت افرجكم عليها، نتفرج مع بعض على الاكتيفيتي اتريبيوت اللي كان فيها السابق واللاحق لو انتم فاكرين البريديسيسور والسكسيسور. انا عايز ابعت لكم التمبلتس دي لسه ما بعتهاش، فان شاء الله ابعتها لكم على الواتساب، اعمل لها بس كومبريس ل يعني زي فايل وابعته لكم على ان شاء الله تعالى على الواتساب بحيث تبقى معاكم كل التمبلتس يعني. طيب فهنعمل بس شيرنج، فدي ده التمبلت بتاع البي ام اي للاكتيفيتي اتريبيوت. فانا عندي هنا البروجكت تايتل، الداتا بريبيرد للدوكيمنت دي، عندي الاي دي بتاع الاكتيفيتي، اسم الاكتيفيتي، الديسكريبشن بتاع الاكتيفيتي، البريديسيسور مين اللي قبليها اللي هي سابق ولاحق، الريليشن شيب ما بينها وما بين اللي بعديها، فينش تو ستارت ولا فينش تو فينش ولا ستارت تو ستارت، في ليد او لاج، او دي ريليشن شيب مع اللي قبليها، وبعد كده ادي السكسسور ريليشن شيب مع اللي بعديها. يبقى انت ممكن يبقى عندك في اكتيفيتي
قبليها اكتيفيتي فنقول ريليشن شيب مع اللي قبلها، وبعديها اكتيفيتي فنقول ريليشن شيب مع اللي بعديها. بنتكلم النمبر اند تايب اوف ريسورس ريكوايرد، لو انت محتاج بقى ريسورسز معينه عشان تنفذ الاكتيفيتي دي. التايب اوف ايفورت، اللوكيشن اوف بيرفورمانس، الامبوزد ديتس اور اذر كونسترينز، لو في عندك اي قيود على الاكتيفيتي دي او لو في اي اسامبشنز ليها علاقه بالاكتيفيتي دي معايا. فده سريعا الاكتيفيتي اتريبيوت. فانا بفتح الاكتيفيتي اتريبيوت وممكن اعمله شيء يعني ابديت، وبعد كده بدخل الابديت بتاعي في الفولدر اللي اسمه بروجكت دوكيومنتس. بس هي دي النقطه اللي عايز يقولها. طب نبص بقى على التولز والتكنيكس الجديده علينا. طبعا دي الانبوتس اتكلمنا عنها بسرعه. بصوا بقى على التولز والتكنيكس. لما اجي اعمل استيميت ممكن اعمل استيميت بكذا طريقه. اول طريقه بيسموها الانالوجس استيميت. يعني ايه الانالوجس استيميت؟ الانالوجس استيميت بيقول لك اذا تكنيك فور استيميتنج ذا ديوريشن اور كوست، يعني نفس الانالوجس ده هنستخدمه برضو احنا بنعمل استيميشن للكوست of an activity or a project using historical data from similar activity or project. يعني مثلا انا بدي لحضراتكم كورس البي ام بي، الكورس ده درسته مثلا مئات المرات، فانا عندي في الهيستوري ان الكورس ده تقريبا هياخد معايا 36 ساعه تقريبا. فلما باجي اعمل استيميت لكورس جديد بقول 36 ساعه، maybe يبقى بلس اور ماينس ايرور، يعني ممكن بدل 36 يبقى 40 او بدل 36 يبقى 35. طبعا ما ينفعش نقل عن 35 عشان دي الريكويرمنت بتاعت البي ام اي، بس انا اقصد maybe بدل 36 يبقى 40، زي ما على سبيل المثال زودنا محاضره جديده فmaybe يبقى 40 ساعه بدل 36. يبقى انا كان عندي استيميت في الاول، الاستيميت ده انالوجس. انالوجس يعني ايه؟ يعني مبني على الهيستوريكال داتا اللي عندي، الكورس ده درسناه عشرات المرات، وبالتالي فاحنا عندنا يعني تصور هياخد وقت قد ايه. زي بالظبط كده لما تجيب مثلا واحد صنايعي تكون عايز تدهن شقه، فجيب واحد صنايعي هو الشقه هتاخد معاك قد ايه؟ يقول لك تقريبا هتاخد معايا شهر. هو عارف منين شهر؟ عشان هو اشتغل في شقه واثنين وثلاثه وعشره، فعنده يعني تصور الموضوع بياخد وقت قد ايه. فده اللي احنا بنسميه انالوجس. انالوجس انالوجس بالعربي معناها زي مماثله او يعني زي سيميلر. يعني يبقى انت كان عندك سيميلر اكتيفيتيز او سيميلر بروجكت، فانت عندك في الليسونز ليرنت الموضوع ياخد وقت قد ايه. طيب البارامتريك استيميتن، البارامتريك معناه ايه؟ معناها ان انا بحول الموضوع لمعادله معايا، والمعادله دي اعوض فيها الفاريبلز يطلع لي فيها المخرج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال بارامتريكس جاي من كلمه بارامترز. بارامتر بيسموها بالعربي معاملات او دلالات. يعني اديك مثلا مثال، نتخيل مثلا ان الشقه بتاعتي وليكن مثلا 200 متر مربع، فالصنايع عارف المتر المربع بياخد ساعه شغل مثلا، يعني فيبقى اضرب 200 متر مربع في ساعه يبقى تقريبا هتاخد معايا 200 ساعه شغل مثلا. يعني فلو قسمنا ال 200 ساعه وليكن بيجي 10 ساعات في اليوم، نقسم 200 ساعه على 10 يبقى محتاجه 20 يوم عمل، نتخيل يعني. هي دي اللي اسمها بارامتريك. الناس المهندسين يقول لك احنا بنعمل مقايسه، فانت ممكن عندك في اعمال كتيره فانت بتعمل مقايسه ان كل اكتيفيتي الاستيميت بتاعها قد ايه، ونحول الكلام ده في صوره بارامتر معادله. الصوت مش شغال عندك اسلام؟ حد عنده مشكله في الصوت؟ الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ طيب ممتاز ممتاز. حد عنده مشكلة في الصوت غير إسلام؟ طب الناس الحمد لله كويس. رشاد الحمد لله على السلامة، بقالنا كتير ما شفناكش يا رشاد، أنت مستخبي فين؟ أنت ما حضرتش معانا كام محاضرة اللي فاتت ليه يا رشاد؟ طيب ممتاز. طيب ولا يهمك يا رشاد ولا يهمك يا رشاد. طيب نكمل. فدي معنى كلمه البارامتريك. يبقى البارامتريك is an estimating technique in which a duration is calculated based on historical data and project parameters. وخلي بالك it uses a statistical relationship. فدايما احنا بنبص على الكي ووردز. لو جالك سؤال قال لك اللي هو بيستخدم statistical relationship وانت مغمض تختار بارامتريك،
لو جالك سؤال قالك انا بستخدم هيستوريكال داتا وانت مغمض تختار انالوجس، لو جالك سؤال قالك انا بستخدم بروجكت بارامترز وانت مغمض تختار بارامتريك. فعينك دايما على الكي ووردز، الكي ووردز الكلمات الداله دي طبعا بالممارسه هتعرفوها. فدايما في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك انا عندي مثلا statistical way عشان احسب بيها الديوريشن، يا ترى انا بستخدم اني نوع؟ اول ما يقول لك كلمه statistical وانت مغمض تقول له بارامتريك. او لو قال لك انا عملت مشاريع مشابهه، هو من الاسم كده عملت مشاريع مشابهه، فانا بتخيل ان التاسك دي هتاخد معايا 3 ايام، يبقى انا مغمض analogous عشان قال لك مشاريع مشابهه. خلاص، يبقى الانالوجس الكي وورد بتاعها similar activity او similar project او historical data. البارامتريك الكي وورد بتاعتها كلمه parameters او كلمه statistical relationship او calculated، هي بتتحسب. النوع الثالث في الاستيميت الثري بوينت استيميت، ودي برضو بيجي عليها مسائل. الثري بوينت قال لك بص بقى الكلام اللي فات ده مش كلام دقيق قوي، احنا هنستخدم بطريقه بنسميها طيب هنكمل مع بعض، معذرة. تاني وصلنا لغاية الثري بوينت استيميت، الثري بوينت استيميت. فالثري بوينت استيميت بمنتهى البساطة هي عبارة عن طريقة بعمل بيها استيميشن بمعلومية ثلاث حاجات، البسيميستيك والأوبتيميستيك والموست لايكلي. بسيميستيك معناها متشائم، أوبتيميستيك معناها متفائل، موست لايكلي معناها غالبا ده اللي هيحصل. ماجد معايا؟ سامعني ماجد؟ سامعني؟ طيب ممتاز، هناخد مثال. ممتاز، هناخد مثال. نتخيل مثلا ان انا عايز ادهن اوضه، فعلى سبيل المثال هيجي الراجل المتشائم يقول لك الاوضه دي هتاخد معايا شهر، هيجي الراجل المتفائل يقول لك الاوضه دي هتاخد معايا اسبوع، هيجي الراجل موست لايكلي هيقول لك يا باشا تقريبا هاخد لها 3 اسابيع. انا لا هسمع كلام الاوبتيمستيك ولا هسمع كلام البيسيمستيك ولا الموست لايكلي، انا هعوض في المعادله دي. المعادله دي خلي بالك الاوبتيمستيك زائد 4 الموست لايكلي زائد البيسيمستيك على 6. يعني ايه؟ يعني هي بتحسب الويتد افريج. الويتد افريج يعني ناخد مثال، فنتخيل مثلا ان الاوبتيمستيك وليكن مثلا اسبوع زي ما قلنا 5 ايام عمل، وليكن مثلا البسيمستيك شهر 20 يوم عمل مثلا، وليكن مثلا الموست لايكلي 3 اسابيع وليكن 15 يوم عمل. فنيجي بقى على الديوريشن تتعمل ازاي؟ تتعمل الاوبتيمستيك 5 زائد 4 الموست لايكلي، 4 في 15 زائد 20 على 6. حد يجيبها لنا على الآلة الحاسبة؟ حد يجيبها لنا على الآلة الحاسبة شوف هيطلع كام؟ 4 في 15 ب 60، 60 و 25 اللي هي 25 يعني هيبقى كام؟ 85. 85 على 6 85 على 6 3 14 و 2 من 10. هي دي الاستيميت. تاني يا شباب خلي بالك الرقم ده غالبا بيبقى قريب من الموست لايكلي عشان هو اللي واخد الويت الاعلى في المعادله، احنا بنعمل ويتد افريج فهي اللي واخده الويت الاعلى فعشان كده بيبقى قريب من الرقم ده. تاني يبقى نرجع مره تانيه، الموست لايكلي يبقى الاوبتيمستيك زائد 4 الموست لايكلي زائد البيسيمستيك على 6. يبقى لو عندي الاوبتيمستيك ب 4 او ب 5 والبسيمستيك 20 والموست لايكلي 15 هنعوض في المعادله طلع لنا 14.2. وفي برضه في الكتاب
ستاندرد ديفيشن المعادله بتاعته البسيمستك ناقص الاوبتيمستك على 6. يبقى بطرح المتشائم البسيمستك ناقص الاوبتيمستك على 6. فده الكتاب بيسميها البيتا، بيسميها البيتا ديستريبيوشن. في نوع تاني بيسموها التريانجل، اللي انا بجمع واقسم على 3. معايا يا شباب؟ بالظبط ماشي، مش فرق يعني 14 1.2 او 1.7 مش فرق يعني. طيب تاني يا شباب، يبقى انا عندي في معادلتين، في معادله الاوبتيمستيك زائد البسيمستيك زائد الموست لايكلي على 3. دي معادله، دي معادله، ونفس المعادله بالظبط، بس بدل ما اقسم على 3 بضرب 4 الموست لايكلي واقسم على 6. امتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ هي نفس المعادله، الاولى بجمع 3 واقسم على 3، الثانيه بجمع 2 وواحده ضاربها في 4. فلما ضربت في 4 اداها ويت اعلى، فعشان كده قسمت على 6، عشان كده قسمت على 6. فالاولى بنسميها تريانجل والثانيه بنسميها البيتا، وهتعمل عليها مسائل في الورق اللي معانا. وفي جميع الاحوال الستاندرد ديفيشن البسيمستك ناقص الاوبتيمستك على 6. طيب النوع الاخير البوتوم اب استيميتنج. البوتوم اب استيميتنج، بوتوم اب يعني معناه ايه؟ من تحت لفوق، من اسمه بوتوم اب، من تحت لفوق. فبرضه لو احنا بصينا نتخيل مثلا يعني اللي انت عندك على سبيل المثال الاكتيفيتيز بالشكل ده، نتخيل مثلا انت عندك زي شجرة كده، والشجرة دي تحتيها مجموعة من الديوريشنز، او انا ممكن اوريها لكم عملي اسهل في مايكروسوفت بروجكت بدل ما نرسمها. نبص عليها عملي في مايكروسوفت بروجكت. نتخيل انا عندي تاسكس، تاسك A وB وسي. معلش بس انا هخليه اوتو عشان يحسبها لنا بسرعه، هخليها اوتو تاسكس. نتخيل انا عندي تاسك A وB وسي ودي. نتخيل مع بعض ان التاسك دي 10 ايام، والتاسك دي 5 ايام، والتاسك دي 6 ايام، ودي 3 ايام. المشروع بتاعي ايه؟ المشروع بتاعي دول امتى؟ على التوازي. وبالتالي لو انا عايز احسب الديوريشن بتاع المشروع هيقول لي 10 ايام. عرفت منين؟ عشان ده هياخد 3 ايام، وده 6، وده 5، وده 10. اطول واحده فيهم ايه؟ ال 10. فلو جيت هنا اهو قلت له انا عايز تطلع لي البروجكت سمري، اوتوماتيك هيقول لك ايه؟ 10 ايام. ليه؟ عشان خاطر الاربعه تاسكس دول على التوازي. طب ايه رايك نخلي الاربعه دول على التوالي؟ يبقى انا هعمل دي واخليهم على التوالي. بصوا اللي هيحصل ايه؟ هيروح مجمع 10 زائد 4 زائد 6 زائد 3، 24 يوم عمل. فهمتوها يا شباب؟ طب لو انا شلت اللينك هيقول لك ايه؟ هيقول لك 10 ايام. لو انا رجعت اللينك هيقول لك 24 يوم. فاهمين الفرق؟ فده بيحسب ايه؟ من تحت لفوق، بوتوم اب. هو ده اللي معناه ايه؟ بوتوم اب، من تحت لفوق. طب نفس القصه، نتخيل مثلا ان التاسك ايه جواها تاسكس فرعيه. يعني تخيل مثلا ايه جواها تاسك A1 وتاسك A2، والتاسك دي A1 و A2 دول سب تاسكس من ايه؟ بعلم على A1 و A2 وادوس على الزرار ده هيخلي لك سب تاسكس من ايه؟ اهو ايدنت. فبص عمل ايه؟ هنخلي دي مثلا يوم ودي يومين. اوتوماتيك دي بقت يومين، ليه؟ عشان الاثنين دول على التوازي. طب لو خليناهم على التوالي عملنا بينهم لينك بقت 3. فاهمين؟ طب زودت مثلا في دي اوتوماتيك يزود في دي كمان. فدي معنى كلمه بوتوم اب، من تحت لفوق. دي معنى كلمه بوتوم اب.